بأفعالهم بعد ما تعجب أجئ بأفعل قبل مدرور بيبا وتلو أفعال انصبنه كما أوفق إلينا وأصدق بهما وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح وذكر الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حتما وصوهما من ذي ثلاث صلبا قابل فضل تم غير الانتذا وغير ذي وصف الله أشهل وغير سالك سبيل فعلا وأشد وأشد أشبهما يخلوهما بعض الشروط عادما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالباء يجب وبالنذور يحكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذين هم أذر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله بهرزما وفصله بورض أو بحرف جر مستعمل وكل ذلك استعصر كلام الله التعجب قالوا التعجب التعجب استعرام فعل فاعل واهل المزية خفي السبب التعجب له صيغ كثيرة أو لا صراجين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم هذا صيغ واضحة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا يجلس حيا ولا ميتا تعجب تقول عرب الله يدره فارسا قال بعضهم يا جارتا ما أنت جارة أنت عظيمة شأن محسنة كريمة والله لكن الذي بوب له صيغتان صيغة ما أفعله وأفعل به وإعرابها كما يلي ما أحسن زيد ما مبتدا بمعنى شيء أحسن فعل الماضي التعجب وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما وهو دليل اسميتها وزيد مفعول به منصوب والجملة محلها رفع خلق أفعل بزيد أكرم بزيد أكرم فعل ماضي فعل تعجب جاء على صيغة الأمر الباء حرف جر زائد زيد فاعل مرفوع بضم مقدرة منع نقول اشتغال المحل لحركة حرف الجر الزائد واضح؟ قال رحمه الله بأفعل انطق بعد ما تعجب وجئ بأفعل قبل مجرور بما قال رحمه الله وتلو أفعل انصبنه بعد أفعل ما أكرم زيدا كما أوفى خلي إلينا خليل معود به منصوب على نصب الياء وأصدق بهما أصدق فعل ماض فعل تعجب جاء على صيغة الأمر الباء حرف الجر الزائد همام الضمير ضمير مبني في مضارع الفاعل قال رحمه الله وحذف ما منه تحجب تعجب تستبح ان كان عند الحذف معناه يضح يجوز ان تحذف المتعجب ويدل على دليل اما في صيغه افعل فيشترط ان يتقدم عليه مذكور يماثله كقوله تعالى وتزال اسمع بهم اسمع بهم فاعل وابصر اي بهم قالوا كيف حذفتم الفاعل وقد تقرر في علم العربيه انه عند لا يجوز حذفه قال جره بالباء كساه صورة الفضل فجاز حذفه واضح؟ هذا يجوز حذفه مضى بك وحذف فضلة عجز إن لم يضر كحذف ما سقى جوابا وحصل واضح؟ واصل بها قال أرى أم عمر دمعها قد تحدر بكاء على عمر وما كان أصبر ما كان أصبرها قال علي بن طالب رضي الله عنه جزى الله عنا والجزاء بفضله ربيعة خيرا ما عفها وأكرم ما عفها وأكرمها حذف المتعجل واضح؟ أنا أقول لي وحذف ما منه تعجب تستبح إن كان عند الحذف معناه يضح قال رحمه الله وذكر الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم الحجر الفعلان جامدان الفعلان جامدان قالوا نسم إذا أشمل حرفا بني والفعل إذا أشمل حرفا جمد كان على العربي أن تضع حرفا للتعجب التعجب معنى الحق هو أن يوضع له حرفا فلم تضع له حرفا فالفعلان يشبهان حرفا حقه أن يوضع والفعل إذا أشبه الحرف جمد أظهر هكذا قالوا والصحيح النقل على العرق وحذف ما وفيك هي الفعلين يقتضى اللزم منع التصرف لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها أمر ولا يأتي منها اسم فاعل ولا اسم مفعول هذا مع الجمل أظهر نعم قديما قديما يعني قديما عبارة قديما النحاة توصلوا إليه فسرها كما تريد قال رحمه الله وصوهما من ذي ثلاث صوهما من ذي أي من فعلين العرب تحذف الموصوف وتعطي صفته تحذف الموصوف وتجعل الصيغة مكانه وتحذف المضاف وتجعل المضاف إليه مكانه والسائل قرية وسوف يأتي إن شاء الله أو لعله جاءك في الإضافة إضافة سبقة وصوهما من ذي أي من فعلين لا يصار من الاسم لا تقول ما أحمره تتعجب من الحمار كرمك الله ولا تقول ما أجرفه من الجلد
من ذي ثلاثه لابد ان يكون الفعل ثلاثيا، لا استعجل من انطلق واستخرج لا يكون الا بطريقه اخرى من ذلك صرف، لابد ان يكون متصرفا لا يقصران من نعمه وبئس وعسى وليس فعالا جامدا قابل فضل. المراد بالتعجب ان تستعظم فعل فاعل. هناك افعال لا تتفاوت، مات وثنية لا تتفاوت، ليس هناك شخص افضل من غيره فيها لا يتعجب منها، واضح؟ قابل فضل تم لا بد ان يكون فعلا تاما، اي لا يكون من كان واخواتها، غير ذي انتفاء لا يكون منفيا، لا يقوم زيدا بالواجب لا يمكن التعجب منها الا على طريقه اخرى وسوى ذكرى، واضح؟ وغير وصف يضاهي اشهر لا يكون الوصف منه على وزن افعل، حمرا لا تقول ما احمره، خضرا لا تقول ما اخضره، يعني الوصف منه على وزن افعل، تقول خضرا فهو اخضر، حمرا فهو احمر، الا على طريقه اخرى، سوى ذكرى ان شاء الله، اذكرها ان شاء الله. وغير وصف يضاهي اشهر، وغير سالك سبيل فعلا لا يكون مبنيا لمجهول، ضرب اللص لا تقول ما اضرب اللص، لا يقال هذا الا على طريقه اخرى، سوى ذكرها ان شاء الله. وأشد أو أشد أو شبهما يخلف ما بعض الشروط عنها. الفعل الذي لا يتعجب منه تتوصل للتعجب باستخدام فعل آخر مستكمل للشروط، واضح؟ فتقول وتأتي بمصدر الفعل متعجب منصوب على أنه مفعول، فتقول في خضرة ما أجمل خضرة البستان، جئت بجمولة وجئت بمصدره منصوب على نوع به، وتستعجل من انطلاقة تقول ما أكثر انطلاقة الطلاب الى الخير ان شاء الله والمسلمين الى الخير، وتقول ما تقول ما اكثر استخراج الماء من البحر اليوم، واضح؟ كما قوله واخلونا الرسول بعده، ومصدر العادل بعد ان تصل على نوع به، وبعد افعل جره بالباجب تقول في استخراج اكثر باستخراج الماء، اجمل بخضره البستان، واضح؟ كما لها نعم العادل، الفعل العادل للشروط، الفعل العادل للشروط بعد ان افعل جره بالما يجب، والموضوع في تفصيل، واقول وبالله التوفيق في تفصيله. الفعل الجامد لا يتعجب منه، الفعل الذي لا يتفاوت لا يتعجب منه، الفعل الذي لا يتفاوت لا يتعجب منه، الجامد لا يتعجب منه، واضح؟ الفعل المبني للمجهول والمنفي يتعجب منهما بشرط ان يكون مصدرهما مؤولا لا صريحا. تقول يكرم المجد، تقول ما اجمل ان يكرم القصد المؤول، واضح؟ وتقول لا يقوم زيد بواجبه، تقول ما اقبح ان لا يقوم، جئت بمصدره مؤولا، واضح؟ الوصف الذي يوصف على وزن افعل او مجاوز للثلاثه يؤتى بمصدره صريحا ومؤولا كما تريد، ما اجمل ان يخضر البستان مؤول، وما اجمل خضرة البستان صريح، وتقول ما اكثر ان يستخرج الماء مؤول، وما اكثر استخراج الماء صريح، واضح؟ كان واخواتها اذا قررنا في اللغه العربيه ان لها مصدرا، كان واخواتها لها مصدر او لا، اذا كان لها مصدر فيمكن التعجب منها بالطريقتين، تقول ما اجمل كون زيد جالسا، ما اجمل ان يكون زيد جالسا مصدر مؤول، واضح؟ هذا تفصيلها لم يذكر المؤلف يطلق النوم عليه. انا اقول واشد وشد او شبهما يخلفهما بعض الشروط عادما ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد افعل جره وبالنذور يحكم لغير ما يمكن. صنع بقي الفعل الرباعي المبدوء بهمزه الخطأ، هل يتعجب منه او لا؟ قال بعضهم يتعجب منه، تقول ما اكرم زيدا للضيوف، من اكرم ليس من كرم، واضح؟ وتقول في اقفر المكان ما اقفر المكان، ما اقفر المكان، ما اقفر المكان، وتقول في ايفع الغلام ما ايفع الغلام، قال بعضهم هذا، وقال بعضهم لا يجوز، وقال بعضهم اذا لم تكن الهمزه للتعديه جاهزه، اظلم المكان ليس للتعديه، الذي للتعديه انزل، لان يعني الفعل كان نزل، واضح؟ قال بعضهم هذا، قال رحمه الله وبالنزول يحكم لغير ما ذكر، سمع من كلامه ما اخسر هذا الكلام، فيها شذوذان، فيها التعجب من فعل خماسي ومبني للمجهول، تقول ما أعساه، ما أعساه، ما عسى فعل جامد
وتقول ما أعطاه للدراهم إلى الرباعي من أعطى أظهر؟ قال وبالنذور يحكم لغير ما يذكر ولا تقص على الذي منه أذر. وفعل هذا الباب لن يقدم معموله لأنه جامد، الفعل جامد في نفسه لا يتصور في نفسه لا يتصور في معموله، فلا تقول فيه ما أكرم زيدا ما زيدا أكرم أظهر، أنا قوله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله. ليس هذا فقط ووصله به السماء، لا تقول ما أكرم يوم الجمعة الماضي زيدا، ما أكرم يا علي سعيدا، لا يفصل بينه وبين معموله لأنه بمثابة صلة الموصول، وصلة الموصول لا تفصل عنه. أنا قولي وفصله بضرب أو بحر جر متعلقين باب على التفضيل جائز. تقول ما أجمل بالرجل الصدق، ما أقبح بالرجل كذبا، فإن كان متعلقا بالمفعول لا يجوز. تقول ما أكرم جالسا عندك، لازم تقول ما أكرم عندك جالسا، جالسا متعلق عندك متعلقة بجالسا. قال والخلق في ذاك استقر بعضهم منعه كليا والله عليه الصلاة والسلام. تعجب تقول يكرم الطيب، هذا لا يتعجبون إلا بمثل مؤول. تقول ما أجمل أن يكرم الطيب، ما أجمل أن يكرم، أن يكرم مصدر مؤول، أن يكرم مصدر مؤول، لا يكرم مصدر مؤول صريحا فهمت؟ واضحا؟ وكذلك المنفي لا يؤتى بمصدرين إلا مؤولا، تأتي بفعل آخر مستكمل الشروط وتأتي بمصدر الفعل المتعجب منه مبنيا للمجهول أو منفيا على مؤول. عندك يا مرة أخرى تقول يكرم الطيب، يكرم فعل مبني المجهول، تقول ما أجمل، أتيت بجمولة وأتيت بمصدر قلت أن يكرم، لا يقوم زيد بالوالد، تقول ما أقبح أن لا يقوم، جئت بقبحة وجئت بمصدر مؤول.